مصر جميلة، مصر فاكر مصر جميلة، مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة، مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة، مصر جميلة. شرفونا النهارده فرقه السمسميه، سمسميه قنال. دي جزء من الفرقه، لان الفرقه كبيره، بس بيشرفنا النهارده الاستاذ جمال خليفه، هو مؤسس الفرقه واللي بيلعب سمسميه، سيد كروان على الطبله، ومع الاستاذ احمد خليل. الاصوات بقى اللي هيسمعها النهارده اصوات ابتهال جمال خليفه واحمد جمال خليفه، وهم اولاد الفنان جمال خليفه مؤسس الفرقه، واللي سمعنا صوتهم دلوقتي. صباح الخير. قولوا لي بقى، الفرقه بقى لها سنه بس. اللي اسسها الوالد. اللي اسسها طبعا بابا، وهو طبعا كمان اللي بيحفظنا اغاني التراث والفولكلور. هو طبعا مؤسس الفرقه، وهو اللي ابتدي بمعنى اصح يحفظنا اغاني تراث السمسميه بعد ما كنا بنغني موسيقى عربيه. يعني انت اصلا بتغني موسيقى عربيه؟ احنا كنا في موسيقى عربيه، وطبعا مؤسس الفرقه بابا هو حاليا بيحفظنا اغاني تراث السمسميه. يعني انتم متدربين اصلا مع محترفين، وموسيقى العربيه دي بيطلع منها نجوم كبار. تمام. متاسسين صح. على فكره بابا غير ان هو بيعزف سمسميه، هو بيعزف ايضا اورج. الاورج. ما شاء الله، موهبه متعدده، ملحن كمان ومؤلف. طيب عايزين نسمع اول حاجه ان الاوان اللي الفها ولحنها الاستاذ جمال. نسمع كده الأغنية دي. وبعزم حديد ونعمر فيها لولادنا والجيل الجديد. أنا الأوان ابن بلدنا وبعزم حديد ونعمر فيها لولادنا والجيل الجديد. ويا رب شهاد علينا دي مصر ضايع عنينا، يا رب شهاد علينا دي مصر ضايع عنينا، بلدنا وبعزم حديد ونعمر فيها لولادنا والجيل الجديد. دي قلبنا دي نبضنا، دي قلبنا دي نبضنا، دي قلبنا دي نبضنا، دي قلبنا دي نبضنا، دي أمنا. أنا الأوان ابن بلدنا وبعزم حديد ونعمر فيها لولادنا والجيل الجديد. أهل الأوان، أهل الأوان، أهل الأوان، أهل الأوان. ما شاء الله. أنت عندك كم سنة وأحمد عنده كم سنة؟ أنا عندي 18 سنة. أحمد؟ وأنا عندي 16. 16. بداتوا من امتى تغنوا وتدخلوا في الفن؟ السمسميه بداناها من اول السنه دي. طبعا زي ما قلت لحضرتك، احنا بدانا نغني موسيقى عربيه في الاول، كنا مع بابا وبدانا تراث السمسميه، بحيث ان هي حاجه مختلفه، حاجه ويبقى فيها جيل جديد، لاني مش كل كتير. مش كتير فعلا موجود في تراث السمسميه، وجيل مختلف وحاجه جديده.
انتوا اصلا من اسماعيليه ولا انتوا من القاهره؟ اه من اسماعيليه. وبتروحوا تغنوا هناك بقى ولا؟ اه احنا بنغني هناك. مطلوبين بقى في بتعملوا حفلات سمسميه كتير وكده ولا؟ اه مطلوبين، واحنا معظم حفلاتنا على فكره على اليوتيوب وعلى النت. معظم حفلاتنا على الفيس وعلى اليوتيوب وعلى النت. اه يعني بتعملوها مثلا في مسارح معينه، في اماكن معينه، الناس عايزه تتفرج عليكم، نقول لهم يجي لكم فين؟ في اسماعيليه ولا في القاهره؟ فين يعني؟ والله على حسب الناس ما بتطلب، بس احنا يعني الشغل اللي فات كله كان في اسماعيليه. اسماعيليه كويس. ايه اللي انتوا بتطمحوا له بعد كده؟ يعني هي الفرقه كبيره، انتوا عايزين تنشروا السمسميه مثلا في مصر كلها وبره كمان ولا ازاي؟ تمام بالظبط كده، بحيث ان هي تبقى معروفه، تبقى حاجه حديثه بمعنى اصح، زي ما قلت لحضرتك يبقى جيل جديد طلع فيها، ما يبقاش مش موجوده، حاجه في ركن محدش شايفه، تبقى الناس كلها شايفاها بمعنى اصح السمسميه، وتبقى معروفه برضك زي الموسيقى العربيه. بس الموسيقى العربيه يعني كلها اجيال وفيها ناس ومعروفه ومشهوره، او الناس السمسميه عايزين برضك تبقى حاجه معروفه للدول والناس كلها. انت طموحك ايه بقى يا احمد؟ يعني انت عايز تكمل في الفن ولا ايه طموحك؟ اكمل وتغني بعد كده في فرقه ولا لوحدك ولا؟ لا في الفرقه برضه. مش هتبعد عن الفرقه؟ هتسمعوني دلوقتي اسمع فخر بلدنا. طيب فخر بلدنا وراعي ولادنا والرحمة في قلبك رباني، رمز جهادة وفخر ولادة في لبنى حبك شتاني. فخر بلدنا وراعي ولادنا والرحمة في قلبك رباني، رمز جهادة وفخر ولادة في لبنى حبك شتاني. يا سيسي يا سيسي انت وبس اللي رئيسي، وايديك بيضة في كل مكان تشهد على امجادك، نبع الخير في اغلى الاوطان، شمس النور في بلادك، وايديك بيضة في كل مكان تشهد على امجادك، نبع الخير في اغلى الاوطان، شمس النور في بلادك. ابن بلدنا البار عنوان خير وعمار، ومعاك في المشوار والله يا اغلى حبيب، ابن بلدنا البر عنوان خير وعمر، ومعاك في المشوار والله يا اغلى حبيب، البر وعمر والله يا اغلى حبيب. حبيبنا انا بكسي ساوي من صوتك قلبي اللي ناوي، ومعك بكرة مغني غناوي وفجر النصر قريب. يا حبيبنا انا بكسي ساوي قلبي اللي ناوي، ومعك بكرة
الاغنيه دي تلحين وكتابه كلمات والحان برضه استاذ جمال خليفه. احنا وقتنا قرب يخلص فعايزين نسمع اغنيه اخيره بقى عشان ايه نستمتع برضه بالاغاني السمسميه وموسيقى السمسميه. فهنسمع اغنيه كمان قبل ما نختم الحلقه ان شاء الله. عيط الياسمين يا لالالي اول دخولنا الجنينة عيط الياسمين يا لالالي والسي سبان ابتسم والورد قال دامي يا لالالي رد العناب افتحي ده العشيق المسكين يا لالالي يا عيني يا لالالي روحي يا لالالي جميله وموسيقى السمسميه دي احنا كلنا بنحبها وريت نسمعها على طول تبقى منتشره. انا بشكركم الاستاذ جمال خليفه الفنان الكبير الملحن ومؤسس فرقه قنال سمسميه القنال.
والاستاذ سيد كروان والاستاذ احمد خليل مع ابتهال واحمد جمال خليفه وابتهال جمال خليفه، بيقولوا لي هنا عايزين نسمع تاني، فهنختم بقى باغنيه ليكم على التتر. يعني هنسمع اغنيه اخيره لو عندكم اغنيه جاهزه نختم بيها التتر النهارده، حلقتنا النهارده. انا بشكر مشاهدينا اللي كانوا معانا النهارده في مصر جميله. اختاروا الاغنيه اللي تحبوها، طبعا اغنيه جميله، بس ننهي بيها الحلقه النهارده ان شاء الله. تمام، هنسمع دلوقتي اغنيه للشهيد عبد المنعم رياض، بننهي بيها في حلقتنا النهارده مع فرقه السمسميه القنال. اتفضلوا يا جماعه. اسمع لي يا اللي هواكي، خلي الناس تشهد لي جمالك، الله يزيدك زينة وخضرة والمحبة يعلي مامك. اسمع لي يا اسمع لي يا اسمع لي يا اسمع لي اسمع لي يا اللي هواكي، بنحب الجنة الأصيلة، بنحب الجناين والقعدة الجميلة، الموج والسفاين والشمس الأصيلة، والضحكة في عينيك والمية بقنالك، والضحكة في عينيك والمية بقنالك، نقول يا بلدنا يا زايدة في جمالك، ونقول يا اسمع ليا يا حلوة في جمالك، يا اسمع ليا اللي هواك، يا اسمع ليا اللي هواكي، خلي الناس تشهد لي جمالك، الله يزيدك زينة وخضرة بالمحبة يعلي مامك. يا اسمع ليا يا اسمع ليا يا اسمع ليا يسمع ليا ياللي هواكي، لما نشم النسمة الحلوة تبقى الدنيا مهسة عنا، لما نشم النسمة الحلوة تبقى الدنيا مهسة عنا، لما نشم النسمة الحلوة تبقى الدنيا مهسة عنا، لما نشم النسمة الحلوة تبقى الدنيا مهسة عنا.